رمضان كريم. حبيت نشارككم المائدة ديالنا، الإفطار ديالنا في رمضان هنايا في الغربة. أول يوم إفطار كنخليوه 100% مغربي بكل الأطباق المغربية التقليدية اللي تعودنا عليها، وعلى رأس المائدة الحريرة، وعندنا البغرير والمسمن وكل شيء تماما مثل المائدة المغربية. وتحية خاصة للناس اللي كيتابعوني وكيشجعوني، نتمنى نكون عند حسن ظنكم ودائما يكون عندي الجديد. ورمضان كريم.